حمزة حمزة أحد مسؤولي المنظمة أن بعض العائلات أبلغت بموت أبنائها أبلغت بموت أبنائها وأن وفيات حصلت في سجون أخرى بين سجناء من الحق العام. نعلن للعالم كله وللحقوقيين في العالم وفي تونس أن هناك مجزرة في السجون التونسية تحصل الآن بعد ذهاب مجزرة. نعم مجزرة يا سيدي، هذه كلمة كبيرة يعني. نعم كبيرة، بالأمس فقط سقط أكثر من 50 معناها قتيل في برج الرومي إثر حريق وطلق نار، واليوم أخبر 10 عائلات عن أسماء أبنائهم القتلى، وهناك أيضا في سجون أخرى في برج العامري اليوم أحد أباء المساجين ذهب إلى المستشفى وجد 5 جثث متفحمة هناك، وأنت تعرف المذبحة التي وقعت في المنستير والمذبحة التي وقعت في سجن المسعدين والمذبحة التي وقعت في جابس، فهناك في السجون الآن موتى وقتلى وجرحى، ثم في برج الرومي الحالة مأساوية معناها تعطى تقريبا 20 خبزة ل300 سجين، الناس يعيشون في مجاعة والعائلات ممنوعة من زيارة أبنائها.